بلغ عدد الحوالات الصادرة والواردة منذ إعادة افتتاح شركات الصرافة نحو 60,000 حوالة، وذلك وفقا لجمعية الصرافين. مزيد من المعلومات مع مراسل المملكة أحمد نعمات الذي سيطلعنا على أبرز تفاصيل هذه الحوالات. أحمد، هل تسمعني؟ أهلا عبد الله، نعم أحمد، أسمعك. كيف توزعت هذه الحوالات ما بين الحوالات المرسلة والمستقبل، وماذا لديك أيضا من تفاصيل؟ أهلا عبد الله، رصدنا عمل شركات الصرافة منذ الصباح الباكر، ووجدنا أن هنالك الإقبال وصل إلى وضعه المعتاد بعد أن فترة السماح التي تركها البنك المركزي لعمل شركات الصرافة. الإقبال وضعه كالمعتاد، وإقبال المواطنين التزام واضح بالإجراءات والتعليمات التي أعلنها البنك المركزي في وقت سابق قبيل فتح هذه الشركات الصرافة أبوابها لاستقبال المواطنين. الالتزام كما ذكرت واضح من المواطنين وأيضا العاملين في شركات الصرافة. وبالحديث عن الأرقام التي أصدرها البنك المركزي بعد الأيام القليلة من فتح الشركات لعملها، قال البنك المركزي أن عمليات الحوالات الواردة الصادرة بلغت نحو 47,000 حوالة بقيمة إجمالية وصلت إلى 17 مليون دينار. توزعت هذه القيم على 7 ملايين لحوالات صادرة، والحوالات الواردة إلى الأردن بقيمة 10 ملايين دينار. وتجدر الإشارة بأن البنك المركزي أصدر أيضا تعليمات خاصة بعمل شركات الصرافة تتحدث عن إمكانية إيصال هذه الحوالات إلى البيوت، اللي هي خدمة دور تو دور، والتي تم من خلالها عمليات بنحو بقيمة إجمالية 400,000 دينار أردني من خلال هذه الخدمة، التي سهلت على المواطنين ومنعت تجول بعض المواطنين للحصول على الخدمات. وعبد الله، للحديث أكثر عن عمل شركات الصرافة ينضم إلينا رئيس جمعية الصرافين الأردنيين الأستاذ عبد السلام السعودي. أهلا بك أستاذ عبد السلام. نريد أن نتحدث عن عمل شركات الصرافة بعد فترة السماحة التي تركها البنك المركزي للعمل، ومستوى الحوالات التي وصلت إليه خلال هذه الفترة. والله احنا اشتغلنا 4 ايام من يوم الاثنين الماضي للخميس، فتقريبا سددنا وطلعنا تقريبا 60,000 حوالي للمواطنين. وفي بدت كمان خدمة تسليم الحوالات، يعني توصيلها للبيوت، يعني بدت شوي شوي. مش نتحدث الأستاذ عبد السلام عن مدى التزام المواطنين وأيضا العاملين لدى شركات الصرافة بالسلامة العامة والإجراءات التي أقرها البنك المركزي كتعليمات خاصة، إلى أي مستوى؟ وهل الوضع العملاء وضع الطبيعي وصل إليه؟ شوف، هلا أنت بتقدر تشوف مدى الالتزام، عندك الكاميرا بتقدر تتفرج على كل المحلات. الملتزمين طبعا ملتزمين بالتعليمات، ما غيرنا شيء، أو يمكن كمان زيادة شوي، يعني عم بيوزعوا كمامات، اذا لقوا كمامات، اذا لقوا كفوف ومي. بس طب نتحدث عن بموجب الالتزام للمواطنين وايضا العملاء، ما هي التعليمات التي يجب اعاده النظر فيها، وهل تحتاجون المزيد من التعليمات او التسهيلات لديمومه هذا القطاع الحيوي؟ هلا اللي ناقصنا بس انه خدمه التصريف، يعني بيجي واحد معه عمله ما بتقدر تصرف له، يعني بس هي الوصلة. يعني التعليمات كانت واضحه انه بس ادفع حوالات وسلم حوالات، بس يعني سلم وأصدر حوالات، ما في غير هالخدمة اللي الموجودة هلا. هلا اللي معه عم بيجينا شكاوي كجمعية إنه بيجي عنده زبون معه دولار، معه عملة أجنبية تاني، ما عم بيقدر يصرف له إياها حسب التعليمات اللي طالع عنا. الجمعية تحدثت اليوم وصل إلى رقم 60,000 حوالة، عن قيمة هذه الحوالات تقريبا، يعني كم وصلت قيمة هذه الحوالات؟ على 60,000 حوالة تقريبا يوم الخميس، ولا مش اليوم، لسه اليوم ما انحسب، يعني تقريبا بدك تحسب اليوم 15,000 حوالة. قيمة مالية، يعني كل الحوالات مبالغها صغيرة، يعني بدك تحسب 400 دينار، يعني 400 ب 60,000 بيطلع شيء 24 مليون دينار ضخينا بالسوق. أستاذ عبد السلام، الحديث عن الدول التي يتم من خلالها يعني عمليات الحوالة الواردة والصادرة إلى أبرز الدول وأبرز الحوالات، إلى أين تذهب؟ الحوالات الواردة أكثريتها من الخليج، لأنه عندنا تقريبا نص مليون أردني بيشتغل بالعالم، يعني هدول بيحولوا لأهلهم هون، فالخليج بعدين أمريكا والدول الأوروبية. والصادر وين عندك طلاب، مثلا في طلاب مصر، في طلاب تركيا، بنحول لكل الناس. وعندك العمالة الوافدة كمان، بنحول العمالة الوافدة.
رئيس جمعية الصرافين الأردنيين الأستاذ عبد السلام، شكرا جزيلا لك. إذا عبد الله، بالفعل عمل الشركات الصرافة يحتاج إلى المزيد من التعليمات والإجراءات التي أطلقها مبكرا البنك المركزي للتسهيل على الشركات الصرافة عملها ولديمومة هذا القطاع الحيوي. نعم أحمد نعمات، كنت معنا للحديث حول أداء شركات الصرافة وطريقة عملها لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك.